السلام عليكم اعزائي اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. نلتقي وياكم اليوم بفيديو جديد ولعبه جديده. لعبتنا لهذا اليوم هي لعبه كروس اوت. لعبة كروس اوت لعبة فريدة من نوعها، تجمع بين العاب السيارات والعاب الدبابات، تجمع بين العاب الشوتر والعاب البناء، فهي متكاملة ومتنوعة وتحتوي على كل ما ذكرناه مسبقا. راح نجرب ندخل نخوض اول معركة لنا باللعبة بدون اي مقدمات، وراح نتكلم عن التفاصيل فيما بعد. مثل ما نشوف باللعبة احنا حاليا فريقين، واني بالفريق الازرق اكيد على الجهة اليسار. هذه سيارتنا، او بالاحرى هذه سيارتي اللي حصلتها من اللعبة كبداية، بها رشاشتين ويعني سيارة صغيرة وخفيفة سريعة الحركة. الشخصية اللي اعطانيها بالبداية هي الانجينيرينج. طبعا انت اذا اشتريت واحدة من الباكيجات على حسب سعر الباكيج يعطيك سيارة وشخصية، يعني اللي يشترون من الباكيجات كل من على حسب النوع الباكيج اللي يشتري. الميزة اللي تميز هذه اللعبة انه هذه اللعبة تقدر تبني سيارتك بنفسك. يعني انا لما اخوض معارك ولما افوز راح احصل اجزاء بارتس، اجزاء سيارة، وراح احصل باكجات واحصل اضافات واحتمال احصل هدايا. يعني ممكن احصل اسلحة، ممكن احصل اجزاء سيارة اضيفها على سيارتي وازيد من قوتها، يعني ازيد من تدريعها، ازيد من الاسلحة الرشاشة والالوان والاكسسوارات وكل الامور ممكن اعدل بها. هذه سيارتنا ممكن في كل معركة ننزل بها بشكل مختلف. طبعا اكيد في البداية اول ما تلعب راح تلعب ليها مستويات متدنية او كلهم لاعبين جديدين، لكن لما تتطور دبابتك ويصعد المستوى والليفل اللي عندك، ليفلك يصعد مستوى اعلى، فاكيد راح يصير هناك خصوم اقوياء، واكيد راح اشوف دبابات او بالاحرى سيارات مصفحة باشكال غريبة عجيبة. اللي يميز هذه اللعبة انه الاليات متنوعة الاشكال، يعني كل من على حسب افكاره او كل من على حسب البارت اللي عنده يقدر يعدل ويغير بسيارته. يعني تختلف عن باقي الالعاب الاخرى انه اكو هناك اسلحة ثابتة او اليات ثابتة الاشكال وثابتة المواصفات، انت تقدر تتحكم بمواصفات اليتك او سيارتك بالطريقة اللي انت تعجبك. ممكن تزيد التدريع، ممكن تزيد الاسلحة، ممكن تتحكم بهواية امور. مثل ما بدنا نشوف هذا يصعد لنا الليفل. طبعا نحصل اذا حصلنا اللي جوا اللي ورد الريورد هي الجوائز اللي حصلتها. يعني انا حصلت هذا المدفع وحصلت اجزاء 20 جزء. طبعا اكيد كل ما تلعب اكثر وتفوز اكثر تفتح ويصعد الليفل مالتك اكثر، راح يفتح لك شخصيات، راح يفتح لك سيارات، يفتح لك اجزاء جديدة، وراح يفتح لك حتى سلوت جديد
تقدر تلف في سيارة ثانية. هسه احنا حاليا ما نقدر غير بس سيارة واحدة نعدل عليها ونهيئها للمعركة. يعني عندنا بليفل 10 ممكن يفتح لنا سيارة ثانية، بليفل 17 يفتح لنا سيارة ثالثة. هذه الشغلات اللي نحصلها الأجزاء البارت ممكن نجمعهن، وممكن هسه مثلا حاليا هذا فوكيشن، بنروح على الفوكيشن راح ياخذ الأجزاء هذه يشتغل عليها حتى يسوي لنا جزء جديد مثلا. هسه راح نضغط عليه راح يحول لنا على الفوكيشن هذا الليفل واحد البارت، نضغط عليه مرة أخرى شوف راح يطلع لنا ذني المدافع. هذه المدافع مثلا هذا المدفع ممكن هسه حاليا، هذا هسه حاليا كبداية يقول لنا فري، فاحنا نضغط عليه فري اوكي. نقول له دي وانت ريلي يس، نقول له يس 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 يس. طبعا شنو ياخذ وقت، بس هذا بالبداية يعني وقته كلش من حقول له بيلد ياخذ وقت 5 ثواني، 5 ثواني يعني ما يحتاج حتى بسرعة ينتهي. نقول له يس شوف يعني ثواني وينتهي. ممكن طبعا تسرع هاي العملية بذهب، اذا عندك ذهب ممكن تشحن ذهب وتسرع هذه العملية، لانه احنا هسه على المستوى الاول يعني احتمال الوقت قصير. هسه احنا صار عندنا مدفع جديد، هذا المدفع ممكن نسوي له تريد، يقول لك current price يقول لك هذا سعره ب 2.36 ذهب. يعني انت ممكن ما عندك ذهب وتبيع اجزاء من سيارتك تحصل لها ذهب. هسه احنا ندوس تاب، طبعا ندوس بيلد وندوس تاب ونختار المدفع، نجي نختار المدفع يا اما نبدله يا اما شو نخليه. هسه مثلا هو يتقبل انه ياخذ هنا اوكي، اذا تقبل انه ناخذ هنا نحطه هنا، يصير عندنا 3 مدافع. يعني هسه سيارتنا صار بيها 3 مدافع رشاشة، مدفعين صغار ومدفع كبير. هذه ديلي روارد، هذه ديلي روارد يعطيك اياها كل يوم تدخل للعبة، ولازم اذا دخلت على ايام متتالية اخر يوم يعطيك جائزة، طبعا اكبر جائزة يعني كبيرة. كان شوت كان فتح لنا ميشن جديدة، هو هذا الروارد اللي حصلناه، يعني فتح لنا ميشن جديدة. الميشينات طبعا كل ما يصعد ليفلات كل ما يفتح لك ميشينات اصعب، بس الروارد او الجوائز اللي تحصلها من عندها تكون افضل. هسه هنا من دسنا تيست درايف، نقدر ندوس تيست درايف ونجرب الآلية مالتنا بالسياقة بإطلاق النار، ممكن نجرب بدون قبل ما ندخل أرض المعركة. لأنه في بعض الأحيان مثلا تتغير بالديزاين، بس يكون الديزاين مثلا غير متوازن بالحركة، تكون السيارة غير متوازن، يعني كل هاي الأمور لازم تخليها بكل حسبان. يعني أنت مو تغير الديزاين وتسوي شكله غير قانوني أو غير نظامي، يعني هذا كله حيأثر على حركة السيارة مالتك، لازم تسوي فتشي معقول، لازم تسوي شيء منطقي. هذه الأجزاء الموجودة بالماركت أما تقدر تشتريها بذهب يا أما تقدر تشتريها، يعني أنت نفس الموضوع هذا عندك الأجزاء هاي البارتات ممكن أيضا تعرضها للبيع وتحصل من عندها ذهب. هسه مثلا عندي هذا اللون، عندي الصبغ أقدر هذا السبراي اصبغ بيه سيارتي بهذا اللون. حاليا مثلا ما عندي بس هذا اللون، ممكن بالمستقبل من اجمع اجزاء بارت اضافيه ممكن ينطيني الوان ثانيه، ممكن اغير الالوان مال سيارتي. حاليا ما عندي مثلا بس هذا اللون، اصبغ سيارتي اغير شكلها، هواي شغلات اقدر اعدل عليها، ممكن اضيف اجزاء اضافيه. هذا طبعا الستور بالباكجات، هذه ب الشغلات اللي مسويها اللاعبين باللعبة، يعني هذه الشغلات محصلة على تصويت كلش عالي، هذا الشاحنة الطيارة الدبابة من هنا نقدر نسويها تيست درايف، يعني بس مجرد نجربها، لانه احنا ما نقدر نحملها لانه واي اجزاء بيها ما موجودة عندنا بعدنا ما جمعناها. ممكن احنا اذا جمعنا كل الاجزاء الخاصة بهذه السيارة ممكن نحملها مباشرة، او ممكن احنا نسوي سيارة حسب تصميمنا حسب الديزاين اللي احنا عجبنا. بس هذه السيارة رغم فخامتها ورغم انه حجمها كلش كبير، لكن بيها عيب انه هذه السيارة ما بيها اي سلاح، ما مزودة بالسلاح. خلينا نجرب هسه شيء ثاني، خلينا نجرب الطيارة، خلينا نشوف هذه الطيارة بالله شنو وشلون، خلينا نسوي لها تيست درايف ونشوف
ممكن تطير هذه الطيارة. طبعا طبعا هي شكلها يشبه الطيارة بشكل كلش كبير، بس ما اتوقع تطير. فيها مدفع رشاش، طبعا الدمج مات يعني قليل، يعني هو قوي سريعة وبيها توازن، يعني ما انقلبت لحد هاللحظة، رغم انه انا دا امشي والوف يعني، ومثل ما تشوف حاط رادار يتحرك بالمكان، المروحة الخلفية بدها تعطي شكل يشبه الطيارة. يعني هو مسوي شكلها يشبه الطيارة، بيها صواريخ، بيها صواريخ، اذا ممكن نستخدم الصواريخ، والصواريخ دمجها قوي، صواريخ دمجها قوي، بس هي شكلها كطيارة يعني. هي بالاصل طبعا بعض التصاميم هي فقط الشكل، يعني شلون السكراب ميكانيك، يعني مجرد انه يسوي لك آلية بها شكل. والله شكلها كلش حلو، بس مثل ما قلنا هي تمشي على القاع ما تطير. شوف هواي اكو شغلات، هواي شفلات، دبابات، مدرعات، سيارات كلاسيكية، هواي شغلات اكو موجودة، دبابة هذه عملاقة، اكو سيارة مال الاطفاء، اكو شفل، اكو سيارات غريبة عجيبة، طيارة فوق سيارة، سيارات يعني يمكن حتى ماخذيها من أفلام كرتون ومن صور ومن أفلام آلي، رجل آلي، شكل فتشي يعني، أشكال غريبة عجيبة، وايد أشكال. ممكن نسوي لها تيست، طبعا هذه كل الأجزاء ممكن نسوي لها تيست، بس ما نقدر نحملها لحد ما نكمل كل أجزائها. هذه الباكجات اللي تأهلك انه تحصل اللعبة، طبعا الاقل باكج 20 دولار. هذه سيارته وهذه شخصية وهذه كمية الذهب اللي يعطيك اياها هي الباكج. الباكج الثاني 30 دولار، الباكج الثالث 40 دولار، الباكج الاخير هو 60 دولار الرابع، يعطيك هذه الدبابة، يعطيك 4500 ذهب ويعطيك هذه الشخصية. هترك لكم اسفل الفيديو رابط شراء هذه الباكجات من موقع اللعبة مباشرة. نكتفي بهذا القدر اليوم بفيديو اليوم عن لعبة كروس اوت، وان شاء الله الفيديو القادم راح نسوي تغييرات جذرية بسيارتنا وراح نجربها بارض المعركة. اتمنى يكون يعجبكم اليوم هذا الفيديو، ونلتقي اياكم ان شاء الله بالفيديو الثاني وجديد ولعبة كروس اوت. تحياتي لكم ومع السلامة.